مساء الخير على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، ولقاء متجدد دايما على شاشة المحور وفقرة جديدة من فقراتنا الطبية المتميزة وبرنامجكم الطبيب. يمكن احنا اتكلمنا في حلقات كتير جدا عن تأخر إنجاب، وخصصنا كمان سلسلة فقراتنا عن تأخر إنجاب عند السيدات. والحقيقة احنا في سيدات كتير جدا ممكن يكونوا من المتزوجين الجدد بيتجوزوا بيتأخر عندهم الإنجاب شوية، ولكن في بعض السيدات بتخوض تجربة العلاج ولكن المشكلة ما بتكونش عندها الحقيقة، ودي مشكلة كبيرة جدا. دايما الرجل بيستبعد مشكلته أو بيستبعد دايما أن هو بيكون عنده أسباب بتعيقه عن الإنجاب، وده الحقيقة بيعود بالسلب دايما على الزوجة لأنها بتقطع مشوار طويل جدا في العلاج، وممكن يا نور هنا يعود عليها بالسلب لأن المشكلة هنا ما بيكونوش عارفين التشخيص فين بالظبط. التشخيص لازم يكون مظبوط، ولازم نعمل فوكس على الراجل وعلى الست، مش بس الست اللي بتكون مسؤولية كاملة عن تأخر الإنجاب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم وبالتفصيل عن أهم الأسباب اللي ممكن تعيق الرجال أو ممكن تسبب لهم في تأخر الإنجاب. هنتكلم في كل الأسباب المفروض نعرفها، وإزاي هنعرف العلاج ممكن يكون عامل إزاي بطريقة سريعة وكمان بطريقة سهلة وآمنة. كل ده هنعرفه النهاردة مع الضيف اللي معانا وبينور، وهو ضيف من أهم وأكبر الأطباء، أطباء تأخر الإنجاب والعقم والذكورة في مصر. هو دكتور مصطفى أمين، استشاري جراحة الذكورة والعقم بمستشفى دار الطب وعضو الأكاديمية الطبية الأمريكية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا دكتور ومنورنا. لكن زي ما أنا قلت في الانترو دايما يا دكتور، إحنا بنستبعد أي سبب عند الرجل، ودايما بنبقى مسلطين الضوء دايما على الزوجة، ممكن ما تكونش هي عندها أي مشكلة أصلا بتعيقها عن الإنجاب. خلينا بقى في البداية كده نبدأ نقول يعني إيه تأخر إنجاب، أو إمتى يكون في تأخر إنجاب عند الرجل. هو كلامك مظبوط، ولازم نحط في الاعتبار إن نسبة تأخر الإنجاب عند الرجال شبه متساوية مع المرأة. فالزوجة للأسف المفهوم القديم ان دايما ان الزوجة هي السبب، ان لان هي اللي بتنجب. هما بيعتقد الراجل حاطط في اعتباره ان العلاقة اللي بينه وبينها اذا كانت سليمة فبيعتقد ان هو سليم. لا، انت ممكن تكون انسان في علاقة سليمة جدا لكن في عندك عيوب معينة ادت الى تأخر انجاب، فممكن تكون السبب. فهو بيمر سنة وبيحصلش إنجاب، أو قبل كده في ناس بتبقى قلقة شوية فبتكشف. دايما بتتجه الست أولا الزوجة بتحاول تتعالج تتعالج وتمشي في السكة، ممكن يكون ما عندهاش أسباب أو أسباب بسيطة وتخش في علاجات مش محتاجاها، وممكن دي تضرها وممكن تسبب لها تأخر، ممكن يأخر أكتر عندها الإنجاب أكتر. بالظبط. يعني هو في دكاترة يقول ممكن يكون السبب كذا، فبالتالي بتاخد علاج معين بيأخرها. فإحنا لازم نحط في الاعتبار إن النسبة متساوية، مر سنة ما حصلش إنجاب بعلاقة عادية فيش أي مشاكل فيها وحصل تأخر إنجاب. هنا ساعتها إحنا دايما ننصح at the same time، يعني في نفس الوقت الزوجين بيكشفوا، وإحنا عندنا النظام ده في مستشفى في دار الطب ان احنا الاثنين بنكشف عليهم، لان ممكن يكون السبب في الرجل ممكن السبب في الزوجه. فبنقرب على السبب اللي هو الحقيقي. فبالتالي بيجي الرجل ممكن يكون عنده اسباب ادت الى تاخر، فبنعمل الفحوصات المعينه والفحص، والزوجه في نفس الوقت بتكشف. فالنسبه هنا متساويه، ولازم نحط في اعتبار ان العلاج المبكر مهم جدا، لان بيتوقف الانجاب او علاج تاخر انجاب بعده عوامل، منها المبادره بالعلاج وفي نفس الوقت معايير السائل المنوي والوسيله اللي نقدر نعالج بيها تأخر إنجاب عند الرجال. طب يعني بدون مقاطعة حضرتك يا دكتور، يعني لو مثلا رجل وزوجة متجوزين مثلا وتأخر عندهم إنجاب من أول 3-4 شهور، حضرتك بتنصحك يعني بتنصحهم إن هم يجوا من أول الشهور دي ولا بتستنى سنة؟ لا، هو يعني إحنا هم بعلاقة عادية مفيش أي موانع، بنديهم فرصة، لأنه أحيانا مش شرط من أول شهر أول شهرين أول ثلاثة يحصل إنجاب. فممكن ياخد فرصة، لأنه هو مثلا سي هو عنده عوامل بوردر لاين، يعني الحركه قليله في الحيوانات المنوي، في تشوهات مرور اتصلحت، فبندي تشانس مرور سنه. بعد سنه يبقى اكيد في سبب، فبالتالي بيبادر بالكشف. يبقى قبل كده ممكن نديله فرصه، ممكن يكون عنده عوامل ارهاق، نبتدي نشوف بس ايه الاسباب ونبقى مطمنين. وبعد كده بعد سنه
زي ما قلت الاثنين في نفس الوقت يكشفوا لان النسبه شبه متساويه. لازم الراجل يحطه في اعتباره، ليس هناك علاقه بين العلاقه مع الزوجه وبين الانجاب. ممكن زي ما بقول الراجل بيبقى سليم جدا في العلاقه وما فيهوش اي مشكله، لكن بتحليل السائل المنوي بنلاقي عيوب كتيره جدا تؤدي لتاخر انجاب. تمام. طيب دكتور، احنا عندنا مثل كده يمكن دارج قوي، اسال مجرب. فبعض الرجال ممكن يكونوا قاعدين مع بعض في قاعده وواحد منهم كان عنده تاخر انجاب وخد علاج وخف عليه وقدر ان هو يخلف، واحد تاني زميله عنده نفس المشكله قال له خد نفس العلاج ده. هل تاخر الانجاب عند الرجال ليه انواع مختلفه، ولا فعلا يقدروا اي حد يقدر يقول انا ممكن لا خد الدواء اللي انا خدته هيجيب معاك نتيجه لا نهائيه؟ لا لا، بيختلف خالص المعايير، بيختلف عمرهم ما بيتساوي، بيبقى في اسباب مختلفه، مش شرط هو عنده تاخر انجاب. يقول مثلا انا اصلا كان عندي دوالي وعملتها، يروح التاني عامل دوال. يقول ان انا خدت اعشاب ومش عارف ايه، حتى بيروح يا دكتور بيقول للدكتور انا عندي كذا عالجهولي ازاي؟ عرف يشخص نفسه. وبعدين شغل بقى اللي هو الحجامه والحاجات دي، يعني انا لما اشرط الجلد هنا ايه علاقته بالجهاز التناسلي؟ فدي بقابلها كتير. صح. لكن في حاجات بياخدوها اعشاب معينه ما اعرفهاش، لكن هو معروف ان العسل النحل من الحاجات اللي بتفيد مع العلاج اللي بنديه من يعني احنا دايما بننصح عسل النحل كويس مع غذاء ملكات النحل، بننصح بالاسماك احسن من الطيور، والطيور احسن من اللحوم كترتيب. فدي الخضروات الدارك جرين، فدي هنقولها في العلاج ان شاء الله. دي شروط او ارشادات عامه، لكن تاخر الانجاب ليه انواع عند الرجال؟ يعني في نوع كذا ونوع كذا؟ طبعًا ولا طبعًا هو فقط نوع واحد؟ او احنا عندنا تاخر الانجاب بيبقى تاخر اولي وتاخر سنوي. تمام. التاخر الاولي ان بعد الزواج ومرور سنه ما حصلش انجاب. تاخر السنوي ان الشخص ده حصل انجاب وبعدين حصل انه مر عليه سنتين بدون انجاب، هنا ده بيسموه تاخر سنوي. او الشخص ده كان متزوج قبل كده وانجب وبعدين مع زوجه جديده لم ينجب بعد. فهنا بنبحث هل الزوجه السبب ولا حصل له حاجات اكواير اكتسبه، يعني في حاجات اصيب بيها ادت لتاخر انجاب السنوي. تمام. يعني شخص كان سليم او بوردر لاين يعني وحصل اكتسب شويه كان حاجات، على وشك ان ممكن يبقى يعني ايه مثلا امراض مثلا انفكشن تلوث انسداد، قصص هنتطرق عليها في الاسباب كلها. وبرده طبيعه عمل الزوج ممكن تاثر عليه. بالظبط. جميل جدا. طب امتى يا دكتور نقول ان تحليل الرجل مثلا بيؤثر على الانجاب؟ او حضرتك دلوقتي زي ما ذكرت قلت لي ان اول ما بيجي الزوج مثلا انا بطلب منه تحاليل، امتى هنا التحليل بيؤثر على الانجاب ويخليه ما بيخلفش مثلا؟ اولا دي هنقولها في التشخيص، احنا عايزين نتطرق لاسباب. اوكي. وبعدين وسائل التشخيص وبعدين وسائل العلاج. تمام. فاحنا كتشخيص طبعا اول معيار لينا هو تحليل السائل المنوي. ده البيز لاين اللي بنعتمد عليه. يعني حضرتك لما بتشوف ورقه التحليل كده ايه الاسباب اللي بتبقى موجوده جوه التحليل بتقول مثلا المريض ده انت عندك مشكله كذا وكذا وكذا؟ في معايير معينه بتتاثر تاخر انجاب. المعايير دي بتختلف بسبب باسباب ادت الى اختلال المعايير. يعني سي مثلا من اول السائل المنوي بنبقى فيه ايه اللي هو الحجم اللي خارج، الحجم اللي خارج المفروض 1.5 مللي فهم فوق، طب اقل يبقى في ضيق جزئي او انسداد جزئي ادى الى اقل، او في عدم نشاط في الخصيه ادى الى كميه اقل. وبعد كده في معيار اللي هو الكاونت العدد، ودي من الحاجات المهمه بنلاقي مثلا المفروض 15 مليون فما فوق، اقل من هذا بيقل نسبته حتى تنعدم. مثلا لو هو شخص ازو ده اللي هو شخص نو سبيرم، مفيش حيوانات في السائل خالص، ده صعب يعني ده مستحيل بقى دكتور هنا يخلف لما بتلاقي التحليل كده بيبقى ده مثلا لا دي ليه طرق، ما احنا هنطرق كل الكلام ده في حينه. يعني الشخص اللي عدد قليل هنعالجه ازاي في العلاج، الشخص اللي هو منعدم هنعالجه ازاي، الحركه سببها هنعالجه ازاي. احنا دلوقتي نتطرق لاسباب الاسباب اللي هي ادت الى تاخر انجاب. ماشي تمام.
تمام. طيب الأسباب الخلقية والوراثية يا دكتور إزاي ممكن تأثر على الإنجاب عند الرجال؟ بالله. لأنه برضو ممكن يجي راجل يقولك أنا أبويا مخلف 9 أنا إزاي ما خلفش، إزاي وراثة يعني؟ فدي محتاجين المشاهدين يفهموا. بالظبط. إحنا من ضمن الأسباب أول آيتم في أسباب خلقية. يعني إيه خلقية؟ يعني شخص ما فيش عامل وراثي واتولد بخصية معلقة، دي أشهرهم. أنا أترك لأشهر الحاجات. تمام. أشهرهم اللي هي الخصية المعلقة. دي لإما 2 معلقين لإما 1 معلقة. طب ليه بتأثر الخصية المعلقة؟ حكمة ربنا إن الخصية زي شوف الشكل ده وجودها هي موجودة في الأبدومن، بتنزل من المسار المنطقة الإرهابية اللي هي انجوينال وبعدين في الكيس. التانية الطريقة العادية النورمال اللي هي موجودة في الكيس. وجودها في الكيس في منطقة فري حرة بيديها حرارة أقل من حرارة الجسم، فدي البيئة الصالحة لنمو وتكوين الحيوان المنوي. وجودها في المناطق اللي هي فوق اللي في الأبدوم اللي هي البطن أو المنطقة الإرهابية اللي انجوينال دي بيؤدي تاخد حرارة الجسم. حرارة الجسم غير صالحة لنمو الحيوانات المنوية، بيحصل لها ضمور تدريجي. لو الناحيتين يبقى حصل ضمور في الاثنين. عشان كده بننصح بعد الولادة الطفل لازم يتفحص ويتشاف مكان الخصيتين فين. ضمورهم الاثنين مشكلة كبيرة جدا، حياة هذا الإنسان يعني شبه اتدمرت. ليه؟ لأن حصل ضمور، البلوغ هيتأخر أو مفيش. توزيع الشعر بينتهي، سلسلة مرتبطة ببعضها، النمو هيتوقف. بالظبط. ليه؟ لأن أصلا الخصية مسؤولة عن إنتاج هرمون الذكورة لو التستوستيرون. تمام. وتكوين الحيوان المنوي. عدم وجود الهرمون نتيجة لضمورها فالهرمون بيقل، فهو ده مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن توزيع الشعر في منطقة الدقن والعانة والصدر، توزيع عن نمو الأعضاء التناسلية، أعضاء التناسلية بتبقى شكلها ضئيل، الصوت بيختلف، كل عناصر الرجولة بتختفي. فالشاب ده بحطمه عشان ما نزلتش الخصية. عشان كده بنقول الأمهات تنصح الطفل، وبعد 6 أشهر ممكن إجراء العملية في تنزيل الخصية. سهلة جدا، ممكن أي أم تجريها من سن 6 شهور. دي من العمليات السهلة. فهي النقطة لو هما 2 فوق دي مشكلة كبيرة، لو 1 بتأدي الوظيفة. لكن افرض حصل لها أي ضرر يبقى انتهت الوظيفة. فمن الأفضل حتى لو 1 ننزلها. جميل جدا. فده لين عشان النمو. فأشهرهم طبعا اللي بنقابلها الخصية المعلقة. بيجي لنا هو كبير فبنضطر نحاول ننزلها برضه حتى يستفاد منها. دي من اشهر الاسباب الخلقيه اللي اتولد بيها، مش شرط وراثي. يا دكتور بتبقى لسه الوظايف بتعمل يعني فين؟ هو جاي كبير يعني جاي متاخر زي ما حضرتك بتقول. لا 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 بتختلف طبعا. تمام. يعني وظايفها طبعا مش زي وظايف الرجل الطبيعي. ما هي بتتوقف على هم 2 ولا 1. جميل جدا. 1 ممكن تأدي الوظيفة وتدي هرمون كويس وتدي كمان حيوانات منوية. جميل. لو جدا. موجودة في الكيس. لكن لو هي الاثنين ضامرين هي دي المشكلة. دي المشكلة. في من ضمن الحاجات اللي بتولد بيها الإنسان حجم الخصية بيبقى صغير، مولود وحجم الخصية. الأسباب الوراثية المشهورة قوي اللي هي ظاهرة كلاين فلتر دي، اللي هي بيبقى الشخص العادي بيبقى الرجل 46 كروموسوم زائد إكس واي. اختلال جيناتي. المرأة اكس اكس. الرجل هنا اللي هو عنده الظاهرة دي بيبقى 46 زائد اكس اكس واي، بياخد اكس زيادة. ده من ضمن ظواهره بيؤدي الى ضمور الخصية. ضمور الخصية يعني وظائف الرجولة ووظائف الخصية بتبقى بتضر. نسبة نلاقي حيوانات منوية في السائل صعب، لكن ممكن في الخصية نسبته حتى لا يتعدى 20%. بعض حالات جبنا منها من الخصية بس بتبقى نسبته قليلة جدا. جميل جدا. فبالتالي احنا ايه كده اللي هي الحاجات اللي بنقابلها الامراض الوراثية وخلقية. في اسباب تانية، غياب مثلا الانبوبة المنوية.
يبقى الخصية بتعمل بصورة جيدة جدا، لكن وسيلة النقل مش موجودة. دي حاجات برضو من ضمن الحاجات اللي بنقابلها ويبقى ليها حلول. فدي من أهم الأسباب الخلقية والوراثية. جميل جدا. طيب في بعض دلوقتي يا دكتور بقينا نشوف الناس مثلا بيعانوا من الامراض المزمنه زي الضغط وزي القلب وزي السكر، ايه مدى تاثير كل الامراض دي يا دكتور على تاخر انجاب؟ ولا مثلا احنا دلوقتي بقينا نشوف كمان رجال في السن صغير او شباب بيعانوا مثلا من ضغط ومن سكر، والسكر. ايه مدى تاثيرهم على الانجاب؟ طبعا الامراض المزمنه من ضمن المؤثرات، يعني مريض السكر في عندنا حتى امراض اللي هو جيفونايل اللي هو الامراض سكر من الطفوله، طبعا ده بيأثر على اللونج ران، لان السكر من ضمن مضاره ومضاعفاته اللي هو نيوروباثي، يعني تلف في الاعصاب الطرفيه. الخصيه عضو حساس بتتاثر زي الشبكيه في الرمد في الاطراف وهكذا، تمام. فدي بتاثر خاصه في الايه العلاقه، لان الاعصاب الطرفيه بتضم بتصل الى ان الشخص ده ما بيحصلش ايجاكيوليشن، يعني ما فيش سائل بيخرج، لان الاعصاب اختلت فبيحصل ريتروجريد ايجاكيوليشن، يعني القذف بيبقى خلفي بيروح لاتجاه المثانه. لو حللنا بول بعد القذف بنلاقي فيه سبرم حيوانات. طبعا دي الحلول هنتطرق ليها، اشخاص بيجونا وبيبقى في حلول معينه هنتطرق ليها في العلاج. الامراض المزمنه الثانيه بتاثر من ضمن المؤثرات زي الضغط مثلا، زي الضغط خاصه ادويه الضغط ممكن تاثر كمان. فكل الحاجات دي من المؤثرات، لان بيحصل يعني ضغط في تصلب شرايين فبيأثر. فدي الامراض المزمنه، امراض الدم المزمنه، كل دي من ضمن المؤثرات في تكوين الحيوان المنوي. جميل جدا. طيب كنت عايزه حضرتك تكلمنا برضو عن نمط الحياه وازاي بيأثر على الرجل ان هو ممكن يخليه يتاخر في الانجاب. يعني في ناس بتشتغل في اماكن حر قوي، وفي ناس مدخنين شرايين يا دكتور، دول نقدر نقول لهم ايه؟ دي من ضمن الحاجات اللي بتاثر حتى في الكاونت والحركه، في العدد والحركه. اللايف ستايل اللي هي السمنه مؤثره في الهرمون طبعا، زياده الوزن والتصاق الفخذين فيحصل اللي هي له. فدي الحاجات اللي هي اللايف ستايل، ورك بريشر ضغط العمل الشديد، راديشن اللي هي الاشعاع اللي على الكمبيوتر على الرجل، اللي بننصح الشباب ان ما يحطش على طول على اللابتوب على رجله بالظبط، السخونيه والراديشن اللي هو الاشعاع، وبعدين اللي هو طول النهار ياكل زي الاستاذ ده، فده من ضمن الاوبس المؤثره. الكسل الزايد، البليوشن اللي هو التلوث، البيئه حوالينا، انا عايش في منطقه دخان كده، استرس بتاع الحياه، دي اسباب ممكن تقلل العدد تقلل الحياه. الورك بريشر ده يتعمل فيه ايه يا دكتور؟ ما هو يريح يعني الانسان لازم يبقى فيه فتره راحه، ما يبقاش ضغط عمل على طول. دي من ضمن الاسباب اللايف ستايل، لكن اهم اسباب نقولها من ضمن اللي هو اسباب تاخر انجاب اللي هو الاشياء الاكوايرد اللي اكتسبت. ازاي؟ من ضمنها مثلا سي الفاريكوسيل اللي هي دوالي الخصية. دوالي الخصية انا عندي درجات للدوالي، يعني ايه دوالي الخصية؟ يعني تمدد الاوردة وخلال اختلال الصمامات. فانا مش سبق وقلت ان الخصية بتحتاج درجة حرارة متوسطة، يعني سوري اقل من حرارة الجسم. ارتجاع الدم زي ده، ارتجاع الدم ده من الاوردة يؤدي إلى درجة حرارة الدم تؤثر في الخصية. بالإضافة للتمثيل الغذائي والمواد اللي خارجة من التمثيل الغذائي ضارة. بالإضافة للبلاد فلو اللي هو الدم الشريان اللي راح يغذي الخصية، هيلاقي الدم الأزرق ده الوريدي مؤثر فيه، فبالتالي بيقل تغذية الخصية. هنا الدرجة دي من درجات يعتبر جريد 3 متقدمة كبيرة. لان بتشاف برؤيه العين، جريد 1 مش محتاج ممكن مثلا اشعه ولا حاجه، اكتشفها بالاشعه، تمام. جريد 2 اقدر احسها بايدي، جريد 3 اللي هي الدرجه المتطوره دي بتتشاف اللي هي موجوده دي. طيب هنا الضرر بقى حصل ارتجاع، تغذيه الخصيه بيتاثر، فبالتالي ده بيؤدي الى ايه؟
عدم تغذيه الخصيه وعدم انتاج الحيوان المنوي، فبالتالي تاخر انجاب. طبعا تاخر انجاب. الاسباب المهمه تاني اللي هو انفكشن اللي هو التلوث، التهابات المسالك البوليه، التهابات الجهاز كل ده بيأثر على كل ده بيأثر على تكوين الحيوان، يؤدي حتى الى انسداد اوبستراكشن، فالشخص ما يطلعش سبرم خارج. نشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك معانا. احنا كان لسه طبعا معانا اسئله كتير ان شاء الله نستكملها في حلقات تانية. زي ما انتم شايفين النهارده اتكلمنا عن الاسباب اللي بتعيق اي رجل عن الانجاب، كمان اتكلمنا عن الاسباب الوراثيه وكمان الخلقيه والاسباب المكتسبه. بنشكر ضيفنا اللي كان منورنا النهارده. ضيفنا النهارده كان استاذ دكتور مصطفى امين، استشاري جراحه الذكوره والعقم بمستشفى دار الطب وعضو الاكاديميه الطبيه الامريكيه. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك معانا. شكرا دكتور مصطفى على تشريفك لينا. الله يخليك. مشاهدينا انتظرونا فقرات مفيدة ومميزة دايما من برنامجكم الطبيب.